السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا يا رب، والرزق الحلال الوفير آمين، والفردوس الأعلى يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. مهم جدا ان احنا نسال الله عز وجل، وكان سيدنا النبي يعلمنا كده يعني. يا رب امين. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ناخد بقى التليفون. يلا بسم الله. معانا ام علا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي، انا بيت جوزي وناس اهلي كانت معاهم مشكله، بس امي ولا ابويا ولا بس بصي اتكلمي بالراحه شويه عشان نفهم بتقولي ايه. معلش عشان اول مره اتكلم بس يا استاذ. اهلا بيك يا حبيبتي، اتكلمي بالراحه وعلي صوتك. ماشي. انا في مشكله، يعني كان في فرح عندنا وكده لاخو جوزي. في مشكله عند اخو جوزك؟ فحصل بينه وبين خالي يعني كلام عادي، وراح بقت مشاجره بقت عراق. حصل مشكله يعني بين خالك وبين اخو جوزك وتخالي، واتخانقوا. وبعدين فبعد المشكله دي حصلت يعني، فرفعوا على بعض العصي وكده، احنا من بعيد من بلد الصعيد يعني. راح اخو جوزي مات بقالب، يعني ضربوه بقالب فمات. اخو جوزك عمل ايه؟ مات. يعني مات في الخناقه؟ الخناقه يعني هم تهجموا على بعض، دول تهجموا على ده وده تهجم على ده. اخو جوزها وخالها اتخانقوا بالعصيان، اخو جوزها مات. طيب راح خالك يعني ضربه. وبعدين فانا امي ولا اخواتي ولا ابويا ولا اخواتي الولاد ولا البنات فكانوا في المشكله. يعني مشكله مع خالك يعني؟ مع ولد خالي، ابوه ميت، ولد خالي مع ولاد خالك. فبس عيلتنا عيله واحده، يعني عيله ابويا عيله واحده. طيب تمام. ها انا دلوقتي الاخ 4 سنين ونص، فهم محرميني، قالوا لي يا عيالك يا ناسك واهلك، يعني ما تروحيش تشوفيهم. لا احنا مش فاهمين ايه اللي حصل. أيوة يعني هم بيخيروك، هم يعني دلوقتي اهل جوزك بيقولوا لي يا احنا يا اهلك. فانا في عيالي يعني في سن كله، يعني سن المراهقه وسن الطفوله 4 سنين اخر واحد. فانا 4 سنين دلوقتي عايشه يعني مرار في عذاب. ومن 4 سنين ونص انت ما حدش من اهلك وما بيتكلمش حد من اهلك ولا تشوفيهم؟ لا لا. يعني انت عايشه في بيت جوزك خلاص تمام مع ولادك؟ ايوه عايشه. اي بس انا يعني من 4 سنين دول انا تعبانه جدا جدا فيهم، نفسيتي تعبانه، بسمع كلام شتومه خناقات عراق، فما اقدرش اتكلم ولا دافع. فجوزي يقول لي انت عارفه تقولي تسمعي ما تتكلميش. جوزك بيقول لك خلاص، يقولوا اللي يقولوه، انت ما تتكلميش وخليكي عايشه يعني عشان ولادك معاه وكده. ولكن جوزك أيوة. كويس معاكي؟ هو كويس معايا، بس في طريقه ان انا اروح عند اهلي لا مانع. ممنوع بقى انك تشوفي اهلك اللي هم امك واخواتك بسبب أيوة. خالك. ايوه خالص. وانت عندك كم ولد؟ عندي 5. الله يحفظك. ولدين، 3 ولاد، ويعني سن مراهقه. وانت بتسالي دلوقتي ايه الحل صح؟ انا ايه الحل؟ واللي هم عاملين معايا ده ظلم ولا مش ظلم؟ بيعملوا بيعايروكي. ان انا ماليش ذنب ولا اخواتي ليهم ذنب، يعني ده ظلم ليا ولا مش ظلم؟ ان انا ماليش ذنب ولا اخواتي ولا امي، يعني ان هم شايلوكي ذنب اللي عمله خالك. عيال خالي، وخالي متوفي. عيال خالك هم اللي اتخانقوا مع اخو جوزك. ايوه ماشي. فانا ماليش ذنب ولا اخواتي ليهم ذنب ولا امي. طيب محدش يتكلم مع مثلا زوجك؟ لو اتكلم يقول لما ترتاح الدنيا والدنيا ترتاح ليها عدل، محدش يتكلم. انا يعني وانا لما اقول له عايز اشوف امي ولا طب بابا بابا يعني والدك ما راحش لجوزك مثلا يتكلم معاه؟ ما ينفعش يروح، ما ينفعش يروح، لاني لو راح هيحصل من شجرات وكلام وعراق ثاني ومشاكل ثاني. يعني المشكله اللي انا فيها صعبه، اعتبر صار صعبه صعب. الله يكون في عونك. ماشي. انا هسالك سؤال معلش قبل ما تقفلي، حاسه في طار ما بينكم او حاجه؟ يعني في طار قائم دلوقتي ولا لا؟ هو ايوه في مشاكل، هو الدنيا واقفه على حمولها، مش مرتاحه. مشاكل بس. يعني مفيش حد بقى اللي هو كلام هناخد طار ومش هناخد طار صح؟ لا اكيد بيقولوا، اكيد بيقولوا. طيب انا هقول لك الحل فين، هقول لك الحل فين، وان شاء الله خير ان شاء الله. ويعني البنات يعني بص نفسيتهم انهارت وتعبت، الولاد. ماشي يا حبيبه قلبي، علشان ايه الشيخ هيجاوب عليكي. انت ساعات بتتكلمي بسرعه ومش بنفهم بتقولي ايه، لكن عموما الموضوع واضح وربنا معاكي يا حبيبتي. خلينا احنا عندنا الناس عشان نبدا نتكلم في الموضوع ده يا استاذه دعاء. القضيه في الاساس هي قضيه اجتماعيه، هي لها علاقة بالدين هي ملهاش علاقة بالدين. والناس لما بينطلقوا من ناحية العصبية، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دعوها فإنها منتنة،
لما طلع حتى الصحابة قالوا اللي يقولوا يا للمهاجرين وده يقولوا يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها إيه؟ قال فإنها منتنة. خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إن الله قد أذهب عنكم، شوف يقول بقى عبية الجاهلية وتعاظمها وتفاخرها بالآباء، إن هو ده أنا وده أنا وكل واحد ماسك في إيه؟ في طرف. طيب إحنا محتاجين اللي إحنا نعمل إيه؟ إن الدين يكون فيصل ما بينهم، إن ناس تقعد ما بينهم وتقول لهم يا جماعة اللي أنتوا بتعملوا ده إيه؟ هذا لا يجوز أصلاً شرعاً. ففي إحنا عندنا في الأزهر حاجة اسمها لجنة فض المنازعات، لجنة فض المنازعات ممكن يتواصلوا معاها، بس عشان نقول بقى الحكم الشرعي إن أنتوا تمنعوا البنت من أهلها هذا لا يجوز أصلاً شرعاً. يعني هذا فيه ضرر كبير على البنت، وده من الأسباب اللي قالها مشايخنا رحمة الله كسيدنا الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير، إن دي من الأسباب اللي من حق المرأة إن هي تطلب الطلاق لوقوع الضرر. أنت بتمنعني ليه عن أهلي؟ وده مش من حقك أصلا. طب هو ينفع إن هي تروح في الحالة دي؟ بنقول لها لا، التزمي البيت، التزمي بيتك خالص، ما ينفعش اللي انت بقى تروحي. ليه؟ خوفا من الاثار المترتبه على ان هي لو راحت ممكن يحصل ايه؟ يحصل مشاكل. لكن عاوز اقول لهم رب العالمين قال ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني ربنا هو اللي قال الكلام ده سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الحكم العدل، رب العالمين قال كل نفس بما كسبت رهينه، اللي عمل المشكله وقتل ده روحوا ارفعوا الامر للقضاء. احنا مش في دوله الغاب، احنا في دوله اسمها دوله القانون، يطبق القانون على الصغير والكبير، اللي اجرم ياخد يتعاقب وياخد حقه. لكن قضيه اللي احنا نحكم نحن واحنا اللي بنفض واحنا اللي نقول نعمل وما نعملش وهنعمل كذا، هذا لا يجوز اصلا شرعا. الست مظلومه ملهاش علاقه بالمساله دي، مهما كان في الاخر في باب باباها في مامتها، ما ينفعش اللي انتوا تقطعوها ايه؟ تقطعوها عنهم. لكن انا بقول لك التزم البيت واصبري، لكن ان عرفتوا وتقولي لجوزك طب نشوف لجنه فض المنازعات في الازهر ويشوفوا، يمكن لعل وعسى ربنا يهديهم والامور ان شاء الله يعني تكون في طريقها للحل باذن الله تعالى. يا رب. طيب معانا ايه؟ اهلا وسهلا. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين، بس اقولهم لحضرتك. قولي اتفضلي. اول سؤال، انا بصلي الحمد لله وبصلي العشاء وبصلي شفع وتر، فساعات كده بصلي قيام ليل كويس. يعني انا لما بصلي شفع وتر ما بقاش ضامن نفسي ان انا هصلي قيام ليل، ماشي، فبصلي قيام ليل ساعات. فانا بعد ما اصلي قيام الليل اصلي ركعه شفع ولا لا؟ ولا تعملي اي حاجه خالص، كفايه عليكي كده، كده حلو قوي. تمام يعني كده؟ اه تمام كويس، ما فيش مشكله. تمام. طب بخصوص انا معايا بابا متوفي الله يرحمه. اي يا رب. فاحنا حالتنا الماديه الحمد لله يعني على القد، فانا ببقى عايزه اطلع زكاه عنه وكده، فمش معايا ان انا اطلع عنه. ادعي انا بدعي له الحمد بس لله. بس خلاص ممكن اللي انت ممكن تساعدي اي حد بنيه ان ده يبقى في ميزان حسنات والدك، ما فيش مشكله. اللي انت تصلي ركعتين لله وتهب الثواب ده للوالد برضو ما فيش مشكله، كل ده جاي الشرع. انا الحمد لله بصلي وبختم المصحف بس خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها ورب العالمين قال الا ما اتاه، فما فيش مشكله. طب في سؤال كمان. آه. انا بصلي وانا ساجده في الارض بدعي وبقول يا رب انا اتحرمت من بابا فما تحرمنيش من ماما، خد من عمري وحط في عمرها، وبكت وانا بصلي، فهل كده حرام عليا؟ اه ده اسمه اعتداء في الدعاء، ونهى النبي عن ذلك صلى الله عليه واله وسلم. ما ينفعش اللي انت تدعي بالدعاء ده، بلا انا ما ينفعش حاجه اسمها اتحرمت من بابا ويا رب ما تحرمش من بابا ماما تروح فانا اروح معاها، لا، قول يا رب بارك في عمري امي وبارك في عمري، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان كانت الحياه خيرا لي فاحيني، وان كان الموت يعني خيرا لي فتوفني. الإنسان يدعو الله عز وجل بالطريقة دي، مش إن هو يعتدي يا رب ما تحرمنيش وبعدين لو ماما ماتت فأنا أكون معاها، مفيش كده، ده اسمه اعتداء في الدعاء، ما ينفعش أنت تدعي بالطريقة دي. هدى أهلا وسهلا. أيوة سلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. عاملة إيه يا أستاذة دعاء؟ أنا كويسة حبيبتي الحمد لله. إزيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في خير الحمد لله. سمعت يا أستاذة أحمد معلش يعني أطول عليك شوية. قولي. الوقت يا استاذ احمد انا ابويا ما تربيتش يعني وسط ابويا وامي وكده. انت ايه؟ ما تربيتش وسط ابويا وامي وكده يعني. فطلعت على الدنيا، اللي جيت سايبني عند عمي، سابني وسافر 6 سنين وسابني عند عمي.
والدك كان سايبك عند عمك؟ سافر ليبيا وصارنا 6 سنين قاعدة عند عمي. سافر طلق امي انا كان عندي 3 سنين، طلق مامتها وسابها عند عمها. ماشي، وبعدين يا هدى؟ وبعد كده حضرتك صارني 6 سنين عند عمي، ما سالش عني خالص، ما سالش عني ولا في البنت ولا اي حاجه، وفضل مقاطعني يعني السنين دي كلها. وبعدين فجوزنا عمي ابن عمته هو حضرتك، والوقت انا متجوزه بقالي 6 سنين، جوزنا وانا عندي 15 سنه. تمام، يعني انت عمك جوزك بقالك 6 سنين متجوزه، وباباكي ما كانش بيسال عليكي اصلا. مش بيسال عليا نهائي ولا لحد دلوقتي حتى. ولا لحد دلوقتي حضرتك، يعني كله بيعايرني بكده. وبعدين؟ حتى جوزي اللي انا واخداه بيعايرني بكده حضرتك، لما بنقعد نتخانق. طب ما هو كان عارف من الاول جوزك. ايوه كان عارف من طيب. الاول وكان عارف حالتي، يعني هو طلق امي وحرمني من امي، وخد واحده يعني كانت مرات ابويا. وكانت حضرتك لما كانت بتقعد تشتكي مني وكده كان بيذنبني، كان بيقعدني في الشمس بالساعات. وراني والله العظيم يا استاذه دعاء، وراني حاجات انا عمري بصراحه مش قادره، للاسف ان ابويا برضه بس مش قادره ان انا اسامحه عليها. ماشي، وبتشوفي مامتك ولا ايه؟ مش قادره اسامحه، عمل فيا حاجات كثيره وحشه، يعني ممكن انت تتخيليه كل حضرتك عمله فيا. وبتشوفي مامتك ولا لا يا هدى؟ نعم. مامتك؟ امي طلقها وانا عندي كان انت بتشوفي طلقها. مامتك ولا لا؟ بتشوفي مامتك ولا لا؟ لا، امي برضو ما بتسالش عن حضرتك، يعني انا لما بقعد اعتب عليها حضرتك، لما بروح لها انا في ظروف معينه وظروف ما بقاش عارفه نفسي، لما بزعل في بيت جوزي. هدى انت بتتكلمي بسرعه قوي يا هدى، بالراحه. انت بتحاولي تروحي لمامتك او تشوفيها ولا؟ ايوه بحاول اروح لها، بحاول اتواصل معاها، وبحاول ان انا يعني اصل صله الرحم بيني وبينها. تمام، وهي كويسه معاكي ولا لا؟ بس هي حضرتك صدر منها برضو كم موقف، مره مشيتني من عندها برضو مشيتني من عندها برضو، كنت زعلانه وكانت جوزي ضرباني وكنت زعلانه برضو، كانت ام جوزي ضرباني وكانت معوراني في وشي حضرتك. طيب يا هدى ايوه الكلام، انت عندك كم سنه دلوقتي؟ أنا عندي 22، يعني لسه شهر 9 ده هيبقى عندي 22. ومتجوزة بقالي 6 سنين. طيب والدك موجود الآن، موجود ولا لسه مسافر؟ دلوقتي حضرتك لما أجا بعد فرح يانا ب 15 يوم، وهو دلوقتي حاليا برضه يعني مرة حضرتك زعلت برضه من أم جوزي يانا، لما أنا على طول بتضربني. ليه؟ رحت عنده. مين اللي بيضربك؟ على طول بتضربني أم جوزي يانا. مين بتطردك؟ ايوه بتضربني حضرتك. مين اللي بيطردك؟ هي بتضربني، ام جوزي بتضربني. حماتك. حماتك بتضربك؟ ايوه بتضربني حضرتك. بتضربك ليه؟ على طول يعني والله العظيم على طول حضرتك، عم بتقول لي اللي مالكيش امي تسال عليكي او اب يسال عليكي، انت ما تعملي بتعمل الحاجه دي ليه؟ بيعايروكي يعني هم بيعايروكي يعني. بيعايروني حضرتك، بيخلط البيت كله عادي بدل ما. طب عمك فين؟ عمك فين اللي كان مربيك؟ عمك فين؟ وعمي انا لما اروح لاستاذ احمد انا اقول اشتكي له، وقوم يقول ايه؟ مره رحت له وقلت له قلت له يا عم ده كل شويه تضرب فيا عمال على بطال، ومره شدتني من شعري ونزلت فيا ضرب وانا حامل، كنت حامل بالودن وتعبانه وانا صغيره ما بقاش فيا حيل، نمت شويه حضرتك تفرج عليا الشارع. عمك قال لك ايه؟ راح عمي يقول لي ده يا بعض يا بنتي، ما يا عمتك ما انت عارفه ظروفك، عيش عشان ظروفك. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم حضرتك مره او حضرتك عادي يجي من شهر تقريبا 30 يوم بالظبط، خلى سيلفي انا اللي هو ابنها الصغير. انا اسف يا هدى احنا مش دي واحده بس، انا سالتك سؤال فتوهتينا، والدك هنا ولا مسافر؟ هنا. لا والدي حضرتك للاسف والدي مسافر دلوقتي في ليبيا، وحتى لو كان هنا برضه ما بيسالش عني حضرتك. طيب في قاعد سنتين هنا ولا ثلاثه. طب قول لنا السؤال ايه يا هدى؟ السؤال حضرتك ان انا كان حلم عمري يا استاذ احمد ان انا اكلم حضرتك عشان تجاوبني على السؤالين دول دلوقتي. دول ام واب ما عمرش في حياتي شفت منهم حنيه، والله عمري في حياتي ما شفت منهم حنيه. طب جوزك يا هدى، جوزك ايه وضعه بقى في القصه دي كلها معاكي؟ جوزي حضرتك مره يعني يتكلم مع امه، ومره كان يوصيني انا زي بعض تحملي عشاني، انا عارفه عمري ما الاقي زيك،
مش عارفه يعني جوزك يعني كويس معاكي؟ جوزك كويس معاكي يعني؟ ايوه هو كويس يعني. طب هو الحمد كويس لله. أيوة الحمد لله الحمد لله. قولي لي بقى السؤالين بقى ايه؟ السؤالين هل ده ماشي يا هدى حبيبه قلبي؟ هي بتقول لك هو ده اب وام دول اللي يعملوا كده في بنتهم؟ لا يعني هو يعني ده يعني الاب عاق لابنته والام عاقه لابنته على حال الكلام اللي احنا بنقوله ده، ظلم بين طبعا. ويعني في النهايه يعني حسابهم على ربي سبحانه وتبارك وتعالى، يعني خلفوها ورموها فعلا. طبعا طبعا. وبعدين رب العالمين اداها يعني اداهم رعيه، فالمفروض يحافظوا على الامانه دي، فهم للاسف ضيعوا هذه الامانه. والله عز وجل يعني سيسأل كل إنسان أعطاه أمانة فضيعه رب العالمين، كما في أحاديث كثيرة جدا يعني. فلكن هو الواجب علينا إيه؟ هي واجب عليها إيه؟ إحنا بس نفصل بين شيئين اتنين، بإني أنا واجب علي إلا أنا أكلم أبويا وأمي من باب البر، بس هو فرض علي إلا أنا أسامحهم أنا تعبانة. لا، هو مش فرض عليك أنت تسمحهم بقى، يعني دي حاجة ودي حاجة. البر حاجة، وقضية المسامحة وعدم المسامحة شيء تاني. المسامحة درجة يا أستاذة دعاء لن يصل إليها أي أحد. مش أي حد بيوصل إليه دي عشان لازم محتاجة تدريب كده، والإنسان يرتقي في درجات الإيمان حتى يصل إلى قضية اللي هو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. عشان يصل إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان، يحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن احنا مش بنقولها فرض عليك، بس على الأقل هكلمي بابا، هكلمي بابا. والقلب فيه ما فيه، فيه ما فيه، فيه ما فيه. بس إن قدرت اللي انت تسامحي، بنقول سامحي لوجه الله تبارك تعالى. طب وهم عقابهم عند مين؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوه الا طبعا. وحكايه الحما يعني اللي عماله تضرب، والحما دي ظلمة برضو. طبعا يعني المفروض الزوج يتصدى طبعا، ومحدش يقول لي بس دي امه يا مولانا. ايوه امه تضربه هو ان شاء الله بالجزمه، لكن دي مراته، ما ينفعش ان امه تضرب مراته. وخلت ابنها الصغير يضربها برضو. ايه هي ملطشه يعني؟ مش بيئة يا جماعه يعني صالحه كده للأسف الشديد يعني. أو عمها يقف لها برضو شوية، هو رباها كتر خيره، بس ما يقولهاش استحملي عشان انت عارفة ظروفك. يعني ايه ظروفك؟ يعني انت ظهرها برضو. ايه ده؟ احنا عندنا الثقافة، عدم الثقافة يعني الدينية، الجهل. أيوة. الأمية يا أستاذة دعاء الدينية دي هي اللي مودانا في كلهم اتصرفوا تصرفات حرام. سألت عدم مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. بالزبط. ان انا في النهاية هروح لرب العالمين وربنا هيسألني. كل الناس غايبة عنها الحتة دي. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب معنا تليفون أم مصطفى. أهلا وسهلا. ألو سمعيني؟ طيب أم حنين. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا بنت، عاملة ايه؟ أهلا وسهلا، اتفضلي سؤالك. طيب حاولوا تكلمونا مرة تانية أم مصطفى وأم حنين، التليفون فصل. طيب انا بس يعني انا بس عاوز اقول نقطه يا استاذه دعاء في قضيه مساله الضرب دي. النبي عليه الصلاه والسلام الذي منع الضرب عن الحيوانات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها صالحه واركبوها صالحه. والجمل لما راح لسيدنا النبي يشكو صاحب الجمل الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ده الجمل ده بيشكوك لي انك بتجوعه وتدئبه في العمل، اركبوها صالحه وكلوها صالحة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال اللي بيقتل عصفور عبثا إن ده يقتص منه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الحمد لله رحمكم الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو نهى عن ضرب حتى العبيد، إن أنا إنسان سيد حر، فأنا أملك عبدي دلوقتي، ده ملكي أنا أعمل فيه اللي أنا عم. ومع ذلك يقول لا ما ينفعش، كما قال لأبي مسعود البدري، قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. الحديث دي كلها مع الآيات لابد أن هي يا جماعة تستقر في أذهان الناس، إن أنا لما أضرب أوعى تفتكر لما بتضربيها كده ربنا هيسيبك. لا طبعا، أوعى تفتكروا أن الراجل لما يضرب مراته بالطريقة دي، أو الرجل الذي يسمح أن زوجته تضرب بالطريقة دي حتى لو من أمه وأبوه، أن ربنا هيسيبه هو كمان. أكيد لا طبعا. ليه؟ لأن هو دلوقتي وقف في موقف لا يستطيع نصرة المظلوم، خاصة بقى أن زوجتك انت تدافع عنها، فايه اللي هيحصل؟ عقابك شديد طبعًا عند الله رب العالمين. طيب معانا صفاء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. وكنت عايزه اتكلم حضرتك اللي انا كنت متجوزه ليا 15 سنه تمام. ومعايا كانت بنتي، اتوفت في الاول وبعد كده جوزي راح طلقني.
بعد ما البنت اتوفت، وبعد كده جيت تاني جبت منه ابن، وابني دلوقتي عنده 11 سنه والبنت عندها في تانية ابتدائي، واتجوزته يعني وكده، وقعدت معاه 10 سنين، وبعد 10 سنين جيت شكلنا مع بعض ورجعني بيت ناسي في الاخر خالص، راح هو طلقني طلقه اولى وطلقني طلقه تاني. بس فراح جه بعد كده بيقول لي انا عايز ارجعك يعني، رحت قلت له لا انت ازاي ترجعني من غير، هو يعني قبل ما شهور العده تخلص في ثالث شهر من شهور العده من 10 ايام راح قال لي خلاص انا هرجعك. رحت قلت له انت بترجعني بيني وبين نفسك، انت ما رجعتنيش في المأذون. راح لما كلمت المأذون اللي طلقني عنده قال لي هو ما عملكيش شهاده رجعه. تمام معايا يا فندم؟ اه ما عملليش شهاده رجعه ان هو يطلقني يعني، اللي هو عايز يرجعني. بس فهم قالوا لي القاضي والمحامي قالوا لي ما ينفعش بدل ما عملكيش شهاده رجعه. اه ما ينفعش، لاني انا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك الطلاق، قسيمه يعني. الطلاق شوفي شوفي احنا عندنا قسيمه الطلاق مكتوب فيها طلاق رجعي ولا على الابراء؟ لا طلاق رجعي. كويس، يبقى لازم يروح للمأذون ويرجعك. ما هو ما راحش للمأذون. تمام يا فندم، راح بعد كده جه تاني بالكلام يعني رجعها بالكلام. ماشي يا صفاء، انت عايزه تعرفي بالكلام ده ينفع ولا لازم كان ورقه من المأذون؟ لا يعني انا مش هقدر اتكلم في المساله دي، لان احنا عندنا اما بيكتب كده، هي بتقول ده طلاق رجعي، بيكتب في القسيمه كده ده طلاق رجعي ولا على الابراء. لو كان على الابراء يا استاذه دعاء فما ينفعش الا بعقد جديد ومهر جديد، خلاص كده. لو كان بطلاق رجعي معناه ان هو لازم يروح ويوثق المساله دي، او تجيب او هو يجيب اتنين شهود ويقول يا جماعه اشهدوا ان انا رجعت مراتي دي، والكلام ده يقوله قدام مين؟ قدام القاضي. طيب معانا تليفون جيهان. ألو السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ دعاء والشيخ أحمد، أريد أن أتكلم مع الشيخ أحمد. جيهان بتتواصلي معنا من المغرب؟ أيوة من المغرب. أهلا وسهلا تفضلي. بيك تفضلي تفضلي. أنا عندي مشكل مع الوالدة بتاعي. تفضلي. أنا برعاها وهي معاقة، بعمل لها حفاضات وكنت بصرف عليها يعني، أرسل لها البيت وعملت حاجات كتير في البيت، وهي الآن معاقة وأنا اللي برعاها يعني، بعمل لها حفاضات، بعطيها أدوية، بحممها، بعمل لها كل شيء يعني، تعطيني كتير 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 يعني. وعنين أخوات أولاد ما برعوهاش خالص، ما بيشتروهاش خالص، ما بيشتروهاش ولا حفاض، ما بيشتروهاش، وهي بتعملنيش كويس خالص، لدرجة إن إخواتي بيهدلوني بالضرب وهي بتساعدهم. يعني أنت اللي بتعملي لها كل حاجة وهي بتعاملك وحش، هي وإخواتك؟ إخواتي بيهدلوني بالضرب وهي بتتفرج، ما تقولهمش حاجة. في مرة هي معقدة بتعمل حفاضات والله العظيم، عاودة تضربني والله العظيم، وانا فرشت لها البيت وطبقت البيت، عملت كان البيت فاضي، اشتغلت كل مالي صارت على البيت، كل مالي، واخواتي ما يبعتوهاش ولا قرش، ما بيصوش فيها خالص. يا جيهان يعني اولا نعم. انا عاوز اقول لحضرتك لك اجران ان شاء الله. الاجر الاول هو اجر البر وخدمه الوالده، نسأل الله أن يشفيها. الأجر الثاني هو أجر الصبر. طب والأجرين دول ستجدين ثمرة هذين الأجرين في الدنيا، يعني أنت هتلاقي الثمرة دي موجودة في الدنيا بإذن الله تعالى. لكن قضية اللي أنت لا تجدي المقابل من الأم أو من الإخوة، لا شك أن النفوس قاسية، يعني عارفة اللي هو فقست قلوبهم. نسأل الله عز وجل أن يلينها، اللهم أمين. لكن انت ما عليك الا الصبر، وما عليك الا البر اللي انت بتعمليه ده، ورب العالمين سيكرمك في الدنيا قبل الاخره. امين. بس انا مريضه نفسي والله العظيم، انا مريضه بالخوف، في مرات قلبي بيدق بالخوف، يعني التهديد بالضرب، ممكن يضربوني لو انا رديت عليهم الكلام، يقول لي ابعدي عني ولا اضربك. يعني لو أيوة كان عندك في ضرب او حاجه الجاي الى القضاء عندكم. لا هم بيهددوها بس، فهي خايفه. هم اخواتك بيهددوكي بالضرب ليه؟
هما مثلا بقول لها شو لما ماكم حفظات يعني، بيقولوا لي في مرات اخي ساكن في الطابق الاول بنته ما خلتش الماما تدخل عندها البيت، قالت ما تدخليش عندي البيت. فانا قلت لاخو ليش ما بنتك ما خلتش ماما تدخل عندكم البيت؟ كنا بنصبغ في البيت، الصباغه كانت رائحه الصباغه، وطلعنا الماما للطابق الاول. يعني هذا منزل الماما، يعني هو اسم البابا، بابي توفى يعني هو اسم الاب، وهي طردت الماما قالت ما تدخليش عندي البيت. وقلت له ليش بنتك طردت الماما من البيت؟ قال لي ابعدي عني ولا اضربك. بيقول كده بس. طب انت خلاص ما تنتقديهمش، خليكي قاعده انت مع مامتك وبتخدميها، وما تكل يعني ما تقولي لهمش نقد وخلاص. بس هم يعني ربنا يهديهم يعني. يا جهان يا جهان التزمي الخدمه اللي انت بتعمليها ده من اجل رب العالمين ومن اجل البر، فان شاء الله ربنا ياجرك على ذلك باذن الله تعالى. انت مش متجوزه يعني عايشه مع مامتك؟ لا انا كنت متجوزه وطلعت عشان اختي كانت مريضه وطلعت عشان اعتني باختي. يعني ربنا يرزقك الخير يا رب ان شاء الله، ربنا يرزقك الخير. وبعدين لا توجهي بقى سهام الانتقاد الى اي احد، ما توجهيش اي حاجه خالص، عليكي بالخدمه اللي انت بتعمليها دي، ولكي ثواب الاجر وثواب الصبر ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يهديهم. المرض النفسي، انا مريضتي نفسيا، انا اختي والله العظيم مريضنا نفسيا، الخوف احنا لما بنشوفهم. لا ما تخافيش، ما تخافيش، شوفي ما تخافيش خالص ابدا على الاطلاق، انت كوني قويه صامده، استعيني بالله تعالى، ما تقلقيش، ما تخليش عندك الفوبيا بتاع الخوف ده، انا خايفه ان هم يضربوني، خايفه ان هم، انت كده هتدخلي في مرحله مرضيه خطيره جدا. لكن قولي لا انا الحمد لله انا مش خايفه، انا ما بعملش حاجه غلط، اللي هيبدا يعتدي عليا انا ساقف له بالمرصاد. احنا الحمد لله، هتقولي والله انا اذهب الى القضاء عندكم او الشرطه عندكم، كل ده حتى يقتص ممن ظلمك. لكن ما تخافيش ابدا على الاطلاق، طول ما فيش حاجه ضرر واقع عليكي حسي، ما تجيبيش لنفسك انت اللي هو الضرر المعنوي اللي هو الاذى النفسي ده، انت ما تجيبيش نفسك الاذى النفسي، لكن خليكي في الخدمه بتاعتك، لك اجران باذن الله تعالى، لك اجر الصبر واجر الايه واجر البر، وهتشوفي ده في حياه عينك باذن الله تبارك وتعالى، ورب العالمين بيكرمك ان شاء الله ان شاء الله. طيب انا بشكرك يا شيخ احمد، الفقره الاولى خلصت، وخليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل.